السلام عليكم الإخوة والأخوات، مرحبا بكم. الفيديو ديال اليوم هو جولة من جولات اللي عندي مصورة، واللي هي إن شاء الله بحول الله غادي تكون انطلاقا من كابس بارتيل ثم إلى المنتزه الشاطئ بو هندية، بعد ذلك وقفة في شاطئ أشقار، ثم نخطو الطريق مؤدية إلى مغارة هرقل والرجوع إلى شاطئ أشقر اللي غتكون نقطة نهاية هذه الجولة. كنتمنى لكم فرجة ممتعة ومرحبا بالجميع.